وهناك مشكل، 40,000 كلمة أخرجت في مظاهرة، ولكن راه 280,000 أخرجت في مظاهرة. لا نتراجع ولا نتنازل. فتحي واقيلا مشكل، ولكن لن يلوي أحد الدرع الدم كيف ما كان. ولكن كذلك أولادنا سوف يرجعوا في السوق. هذا الشكل سيستمر ونحن ندعمه. ولكن على المستوى الإعلامي كنبان بعض الأحيان أننا ضعاف في حين أن في مركز قوة. صوروا دعم اجتماعي حيث ما كان كان كيتناقش بين النهار بحيث جبنا ودرنا ودرنا ليه شحال من مليار صافي انتهى الموضوع. جا الزلزال دخلنا بالقوة اللي دخلت بها الزلزال وفعنا راسنا أمام العالم وقلنا للعالم احنا غادي نعتمدوا على نفسنا وداز الأمور وخلنا التغطية الصحية ودرنا فيها الفلوس وداز الأمور. يوم بعد شنو وقع؟ شنو المشكل؟ سي شاكر بن موسى فتح الملف ديال التعليم نهار جا هو في حوار مع النقابات، النقابات حلفاء ديالنا اجتماعيين كنشاركوا معهم ماشي حلفاء ديال الاجتماعيين ولكن في نوع من التشارك الاجتماعي معنا كنناقشوا معهم ملفات وانتم مثلا رئيس فترشتوا المجلس الحكومي وكتقولوا راه اشتركت مع النقابات وكل سنه كتقولوا غادي نعطيو للعمال غادي نعطيو للموظفين غادي نعطيو 4 مرات 5 مرات وما عرفتش كتعطوا لنا ارقام. دابا وصلتوا 9 مرات ديال الدم. وهناك مشكل، 40,000 كلمة خرجت في مظاهرة ولكن راه 280,000 خرجت في مظاهرة، 280,000 بغات الحوار. وعلى النقابات التي تتفاوضون معها اعتبارا لموقعهم الدستوري ولموقعهم القانوني والاعتراف القانوني بهم، هل نسالوا الان سيتحملوا مسؤوليتهم في مسند الحكومة في مواجهة النقاش؟ خصهم يكونوا حتى هما اوفياء معنا كما حنا واقفين كنعطيهم وقت المفتوحين الحوار. قضيتم شهور وزير التشغيل شهور في الحوار الاجتماعي لا الاول ولا الثاني ولا الثالث، ماذا وقع؟ لماذا ترجع الاتفاق من اللي داروا مع السي شاكر بن موسى ولا السي شاكر بن موسى؟ حتى هادو اللي مقلقين الى تنظموا رجعوا للقيس تسمح معهم الحوار وتناقش معهم الحوار وانا كنعرفك غادي تجلس تناقش معهم الحوار وتسلم معهم الحلول ولا نهزوا ديك 9 مليار ديال الدراهم ونعطوا الدعم الاجتماعي ونحلوا المشكل ونقولوا لهم غادي نسمح معهم الحوار هاد العامين الجايه اذا بغيتوا كسروا لي هذا مشكل. ولكن تحملوا مسؤوليتنا ونضربوا في الطبلة حتى حنا في موقع قوة اللي درتها الحكومة في عامين ما داروش الحكومات السابقة 10 سنين. علاش اليوم حنايا كنطردوا؟ علاش ما كنفرجوش من الأمور كلها؟ لذلك أنا اسمح لي السيد الرئيس واش كنحشموا؟ واش كنترددوا؟ واش ما كنملكوا اللغة الخطاب السياسي؟ واش خصنا شي حاجة نديروها؟ ما خصناش نجلسوا في جلسة الحكومة كتحط فينا أنت بالليل وبالنهار ومن حتى ناخذوا القرار حتى واحد ما كيسوقوا ما يمكنش كاينش حاجه بشي كاتب. واش الوزراء ديالنا ما كيتكلموش خصهم يتكلموا؟ واش النواب البرلمانيين ديالنا مازال ما لعبوا الدور هما لاعبين وخصهم يلعبوا اكثر؟ هذه اغلبيه تقدم الكثير وتلقى القليل من الاعتراف السياسي. واش خصنا نمشي ليه؟ انا كيبقى في الحال هاد الشتاء هذاك الشيء ديال التعليم بقى فيها الحال، انا عرفت شاكي بشحال طار، شحال تعذب، وشحال جا عندنا، وشحال ناقش معنا في الحكومة، وشحال عنده رغبة، وشحال دخل مع النقابات، وشحال عنده رغبة يدير هاد التغيير، وكان كيقول لنا تتكلموا على المتعاقدين، قلت لي شطبوا الفكرة ديال المتعاقدين، فعلا شطبنا بهاد القانون، حيدا فكرة المتعاقدين، جميع المتعاقدين أصبحوا موظفين لدى الدولة، كان هذا حدث. فمن حيث كان حدث كيخرجوا الناس يديروا المظاهرات عليه، كان كلشي كيكتب عليه، من حيث حلينا المشكل حتى هو كيكتب عليه. كاين شي حاجه ماشي هي هذيك في هذا البلاد. دابا جبتوا السيد الرئيس من الحكومه كلها جابت الدعم الاجتماعي، قلنا نعطيو 500 درهم 700 درهم 1000 درهم الى اكثر، وقلت واحد الجمله صغيره في البرلمان، قلت هذا العام نزيدوا 10 درهم والعام الاخر نزيدوا 10 درهم في البوطه، الصحافه كلها كتكلم على 20 درهم. حتى ما تكلم على الفلوس اللي غادي نعطيو الاخرين. علاش؟ باش حنا كنحسبوا غير اللي كندخلوا ما كنحسبوا اللي كنخرجوا. عفوا كنحسبوا غير اللي كنخرجوا ما كنحسبوش اللي كندخلوا. كان ماشي هاد شي حاجه ماشي هي هذاك السيد الرئيس. إذا كان ضروري نديروا ميزانية في الحكومة نقولوا السيدي وزيرة المالية معنا درنا ميزانية باش نديروا حملة حتى حنا في الإعلام والصحافة وندوزوا في السنين وندوزوا في ذاك العشب كله ونبداو نهضروا. إذا ما قنعنا المغاربة نقنعوا بعد الناس على في الخارج. كيصير ندير شي حاجه ما بقاش واقفين. سيري زهر بركه بقى بلا والله ندوز راسها ديال غير في المغرب كتهضر كاع تيك توك راه بغيت نزيد مع السواقي
هات السواقي وجاب المهم سبوية جاب المسبوع الأبيض خراب وتقوم تبع بقى بحاجة واحدة قالوا له راه في المريخ كاين اللي غادي يجيبوه تبع هذا الموضوع اسمح لي ولكن ها هو درناه شكون اللي أعطى القيمة شكون اللي أعطى القيمة ديال هذا العمل أننا نجيب الماء من منطقة باش نعطي الناس يشربوا من منطقة أخرى حتى واحد ساشور واحد نرجع نمشي نسحقوا مشيت بس ساعتين يقول لك القواس لأنه كيزز في تركيا القواس نقلبوا على القواس كيجيو الأخرى عبد الله يدير السيدي زار العدالة وزارة المالية مع السيد وزير المالية المنتدب قلبوا الميزانية وزادت في الميزانية ذاك المرسوم ذاك القرار ذكر هذيك المرة لا أصلا أعتقد خصنا كاين شي حاجة باش يدير أنا شخصيا عندي مشكل هذا العمل كله اللي درناه دعم اجتماعي درناه في هذا الشيء ديال التغطية الصحية الشيء اللي درناه في السلسلة هذا الشيء اللي درناه في السكونة والتعمير عطاء 900 ألف درهم مع الدعم اللي درناه خدمت عليه فاطمة الزهراء هذا الشيء كله ما تكلموش عليه خرجوا الجد عليه تكلموا عليه واش تخرجوا تحلى مظاهرة لا أبدا باش يتكلموا علينا ما عندناش كاين ولكن كاين شي حاجة ماشي هي هذيك شوف السيد الرئيس الحكومة أنا أدعمك حتى نظام اتفق معايا في أي قدرة على الحوار مع أي جهة كانت دخل في الحوار ولكن الحوار يكون ماشي في ليد ذراع واحد يقوم بوظيفته يخصو الفرق الصفر الخصم يخصو التلميذ والتلميذ واش تحل الحوار ماشي عفاتهم ربما التقدير ديالنا ما كانش ربما داك الشيء اللي قصد سي شاكيب وصلت في الغاية وبشكل آخر ما يمكنليش نشوف الفنية ديال سي شاكيب إطلاقا أنا كنعرف كيفاش داير واش تعرف تنعرف تغلب هذا لذلك فتح هذا الحوار فتح هذا الحوار هذو هاد النقابات اللي كيسمعوا من جديد والنقابات تتحمل مسؤوليتهم حتى هما لأنه إلا تحمل مسؤوليته غادي نمشيو فيه خاطر أخرى وانا ضد انه شي واحد يقول لنا ايوا ما بغاو الحوار نسحبوه نصادوا مليار ديال الدراري ونخليو الوضعيه كما هي لا نحن حكومه كن ندير قضايا الدوله لا نتراجع ولا نتنازل في الحوار هذا مشكل ولكن لن ينوي احد ذراع الدوله كيف ما كان واينما كان الموقف صدق صوره هذا الشفيق سيستمر ونحن ندعمك أو في الأغلبية وكحزب ندعمك في عملك واستمر فيه ولا غادي تنجح حينما تقوم مشكلة مع جهات ما غير لأنك راه خلقتيش حاجة بس تقلق وطبعا الآخرين كيديروا دوك هذا طبيعي جدا بغيت كذلك لهذا أنا أجد ذلك إلى إعطاء قيمة لهذا الحوار اللي اعلنتوا عليه دابا الان ان الرابط يتفتحوا كتشي بهذه المساله هذه ولكن كذلك اولادنا خصهم يرجعوا للمسجد راه اولاد مغاربه مسؤولين عليهم كحكومه مسؤولين على المستقبل ديالهم هذا الشيء ما فيه بشيء